في نفس اللقاء طالب بطل من أبطال القوات المسلحة بفك اللجام وإطلاق العنان لأبطال العمل الخاص اللي سطروا أروع أنواع البطولات. قوات العمل الخاص فكوا لهم اللجام، انت عارف مشوا نفذوا عملية نوعية واقتحموا معسكر الشهيد حمودة وغنموا غنائم جد، دبابات ومدرعات وزخائر، ونقلوا كل الغنائم دي لمعسكر يتبع للجيش. بعد اليوم المية للحرب بحمد الله موقف القوات المسلحة كل يوم ماشي في تحسن، وكل يوم الحشد الشعبي والالتفاف حول القوات المسلحة في زيادة، وإنما النصر صبر ساعة.